أطلقت وكالة دوج في المملكة العربية السعودية سيارتها دوج تشالنجر الجديدة بنسخة هيلكات، وذلك في إطار فعاليات بحلبة ديراب بمدينة الرياض. وقد جاءت سيارة دوج تشالنجر SRT هيلكات 2015 بمحرك V8 هيمي بسعة 6.2 لتر ويولد قوة 707 حصان، مما يجعلها أقوى سيارة تشالنجر في تاريخها وأقوى سيارة دوج مزودة بمحرك V8 وكذلك أقوى سيارة عضلات على الإطلاق. وتم استخدام غطاء محرك أكبر من الألمنيوم لتخفيض الهواء مع فتحة تهوية ضخمة في المنتصف وفتحتين على جانبيها لإخراج الهواء الساخن وتخفيض حرارة المحرك. ويتوفر غطاء المحرك بنفس لون السيارة كمواصفات أساسية. أما داخلية السيارة فقد استوحى تصميمها من سيارات تشالنجر الكلاسيكية، ومع ذلك فقد زودت بأحدث التقنيات التكنولوجية مع فرش داخلي فاخر، حيث استخدمت دوج مقاعد مريحة مع مواد ناعمة الملمس ولوحة عدادات مضيئة باللون الأحمر ولوحة أدوات متطورة تضم نظام نيوكونيك مع شاشة تعمل باللمس. وتم تصميم عجلة القيادة SRT الرياضي بقاعدة مسطحة، كما قدمت دوج ميزة المفتاحين الأسود والأحمر كصفة أساسية في سيارة دوج تشالنجر SRT هيلكات 2015، حيث يمكنك إطلاق قوة السيارة بالكامل باستخدام المفتاح الأحمر فقط، أما المفتاح الأسود فيخفض من القوة القصوى للمحرك. ويبدأ سعر دوج تشالنجر هيلكات بداية من 286 ألف ريال سعودي، وسيبدأ البيع رسميا بداية عام 2016.